السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة في تعلم المقامات الصوتية وتزيين وتحسين الصوت في القرآن الكريم. هيا بنا نفتح المصاحف على سورة النور الآية الواحدة والثلاثون. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بإذن الله تعالى سنقرأ موضحين المقامات الصوتية التي أخذناها في السابق. وإذا كان لك هذا الفيديو لأول مرة تشاهده، فبإذن الله تعالى ستستفيد حتما ولا بد. نبدأ على الله توكلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا هي البداية، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعلى طبقة القرار، وكما قلنا أنها أول طبقة صوتية، لأن هناك القرار ثم الجواب ثم جواب الجواب. طبقة القرار كيف تعرفها؟ أن تضع يدك على صدرك فتجده يهتز. الأمر الثاني، نبدأ المقام البياتي وهو مقام الاستفتاح في أي تلاوة. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تمام؟ عندنا هنا وتوبوا إلى الله، هذا هو مد منفصل، لأن حرف المد الهمزة الطائرة التي ترونه فوق الواو في توبوا منفصل عن إلى حرف الجر. تمد 6 حركات. تمام؟ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تمام؟ هذا مقام بياتي. الآية التي بعدها، هناك في تفلحون الهمز في التاء، ت ت ت تفلحون، وتحقيق الهمز في المؤمنون، المؤ مش المؤمنون، لا. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. تمام؟ عندنا إمائكم، هذا مد متصل، لأن حرف المد أو الهمزة الطائرة تكون في كلمة واحدة. إن يكونوا، هذا هو مقام الرصد الذي نبدأ فيه مع ارتفاع في الطبقة. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا وقف اضطراري لأنني أخطأت في يغنيهم. يقول بعض، يقول يغنيهم، غلط، هذا خطأ، لأن النون عليها كسرة والهاء عليها كسر. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. تمام؟ الفقراء كلمة فيها المد المتصل. تمام؟ يمد مد 6 حركات. ويغنيهم كما قلنا لكم، والله واسع حكيم. طبعا التنوين في كلمة واسع إظهار التنوين وليس إخفاء النون مظهرة. واللام عليها حرف الحاء، هذا سكون. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى
حتى يغنيهم الله من فضله. تمام. والذين يبتغون، طبعا نقلت إلى مقام النهاوند، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. تمام. هناك من المتابعين في أهل المغرب يريدون قراءة ورش، لا حرج أن نقرأها بورش. تمام. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتيكم. عندنا هنا اللهم صل على رسول الله، يعني الاندماج في قراءة ورش، يعني عشان أوضح لها تبقى فيها نوع من التفصيل شوية. خيرة هنا ترقيق الراء في خيرة، وآتوهم المد البدل 6 حركات عند ورش. تمام. الذي آتاكم هنا تقليل. تمام. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أي مقام رصد. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ده كمقام الصبر. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مقام حزين، الصبا ومقام حزين. الله نور السماوات والأرض. تمام. مقام النهوان. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. أنا أركز اليوم على القراءة باستعمال طبقة القرار، لأن هذا مهم جدا. مهما ارتفعت نقاطك الصوتية وصوتك، ينبغي أن تعود إلى طبقة من القرار. فأخرج من هذا الحلقة كيف أقرأ؟ بأنا مقام القراءة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، وأنت تضع يدك على صدرك فتجد أن هذه اهتزازات، إذا فأنت على الطريق المستقيم. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اسمع دي بقى، مقام العجم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تمام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. طبعا ده كل ده مقام رصد. تمام. حبيت نختم بالكرد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ده مقام كرد. نختم بقى بياتي، ده البداية، بياتي والختم بياتي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ندعوكم بفضل الله عز وجل إلى الانضمام إلى الجروب، فيسبوك والتليجرام داخل صندوق الوصف أسفل اليوتيوب، ومشاركة الفيديو وترك ما يترسل لكم من التعليق حتى نستمر في العطاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم سمير عبد الغني القاهرة.